تقريبا كل هذه المياه مجراها النهائي، مجراها النهائي هو سد كدية أسردون. امتلاء كل الحواجز المائية الصغيرة أو السدود الصغيرة الموجودة في ولاية البويرة وكذلك البرج، ولاية المدية، جيجل، تيزي وزو كذلك. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة. مجرى هذه المياه هو سد كدية أسردون، إن شاء الله سيصل إلى ارتفاع جيد، ربما يصل إلى ارتفاع لم يصله منذ 3 أو 4 سنوات.